سحر من نوع خاص بتتمتع به شواطئ جنوب سيناء وتحديدا نويبع، المنطقة أو المدينة الاستثنائية الجميلة. طبعا في طابة وشرم الشيخ، شواطئ كتيرة جدا. احنا أمام يعني قطع من الجنة زي ما بيقولوا في سيناء، راحة واسترخاء وسكينة وملاذ كده لكل محب الراحة في مصر أو في أي مكان طبعا في العالم. احنا بقينا مقصد سياحي مهم جدا نويبع زي ما قلنا النهارده في بدايه الحلقه منها. زي ما اتكلمنا في البدايه، صحيفه الاندبندنت البريطانيه اتكلمت عن خيم الشواطئ المنعزله في جنوب سيناء ووصفتها بانها نموذج متفرد باعتبارها بتوفر ملاذ هادي كده بعيد عن الضوضاء. خلينا بقى نعرف تاثير الكلام ده ايه وكيف وصفت الاندبندنت الشواطئ المصريه. معانا على التليفون الاستاذ طارق عبد المنعم رئيس غرفه السياحه بجنوب سيناء. صباح الخير عليك يا استاذ طارق، اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل المشاهدين واهل جنوب سيناء كلهم وبالذات نويبع. اهلا وسهلا. تابعنا تقرير مترجم للاندبندنت اظهرت فيه انبهار كبير بشوارع جنوب سيناء وبالكامبس المختلفه اللي موجوده في سيناء. لو تقول لنا يعني التفاصيل اكتر عن التقرير ده. طيب، هو طبعا مدينة نويبع هي من أهم أو واحدة من المدن المهمة في جنوب سيناء، وقدرت إن هي تتحول من واحة صحراوية منعزلة إلى منتجع سياحي متكامل. ولما بقول متكامل لأن هي بتجمع ما بين الفخامة في وجود فنادق مثلا من 4 نجوم للنجمة، فيها 13 فندق بطاقة تقريبا 1203 غرفة. ده غير الكامبات اللي حضرتك بتتكلمي عليها، اللي هي الكامبات البسيطه اللي معموله على الشواطئ مباشره بجريد النخل والبوس، واللي هي بتقدم برضو نفس الخدمات الفندقيه بس بطريقه بسيطه، بحيث ان السائح لما بيروح هناك بيفصل زي ما حضرتك في اول البرنامج كده قلتي، ما فيش تليفونات، ما فيش انترنت، ما فيش كهرباء، كمان احيانا بيبقى بقى في اخر اليوم، فبيرجع للطبيعه. فهي بتجمع كمان ما بين البساطه وبين الاصاله، طبعا كون ان هي منطقه تجمعات بدو من سكانها الاصليين اللي هم من قبيله الميزينه والترابين. طبعا بتشتهر بشواطئها الرمليه الممتده وحدائق من الشعاب المرجانيه اللي هي بتجذب ليها عدد كتير من الاحياء البحريه، ومنها الحاجات اللي هي بيحبوا السياح يشوفوها زي مثلا اسماك الدلافين او الدرافيل والسلاحف المائيه وبعض الاسماك الملونه والحاجات اللي هو بيقدر يستمتع بيها السائح، سواء كان بيعمل غوص سطحي اللي بنسميه سنوركلينج او بيعمل غطس برضو من الشواطئ المنحدره بتاعتها والكثبان الرمليه اللي هي بتبقى موجوده داخل البحر. فدي طبعا ميزه كبيره لنويبع، وهي بالمناسبه مش بعيده، يعني هي تقريبا 85 كيلو من دهب، ومن من النفق او من قناه السويس تقريبا 460 كيلو، فممكن الوصول ليها بسهوله بالنسبه واحنا بنكلم حضرتك بنشوف الصور دلوقتي، الحقيقه صور كده بديعه جميله جدا، يعني طبعا هي مدينه صديقه للبيئه وصديقه للطبيعه وصديقه للجمال. احنا شايفين جمال في كل يعني مكان، الرمال والبحر طبعا ولونه، والكامبات اللي هي معموله من جريد النخيل، كل العناصر اللي موجوده عناصر طبيعيه. اي حد بيشوفنا دلوقتي من مشاهدي صباح الخير يا مصر، او انا تحديدا وانا بتفرج على السحر والجمال ده كله، ايه الخدمات اللي بتقدم في نويبع وازاي اعمل رحله مميزه وفي يعني تناسب لكل الاسعار وكل الفئات، ان هم ممكن اب واسرته يسافروا ويروحوا يقضوا يومين ثلاثه في المكان البديع ده. فعايزين نعرف من حضرتك ازاي ممكن تبقى في رحله سياحيه جميله ومختلفه لنويبع وتتوافق مع كافه الشرائح الاجتماعيه والاقتصاديه زي ما بيقولوا. طبعا هو زي ما حضرتك بتقول كافه الشرائح الطبيعيه، في ناس ممكن توصل لنويبع عن طريق مثلا طيران لشرم الشيخ وبعدين بتاخد الطريق البري، وفي رحلات برضه بتنظمها شركات سياحه بالاتوبيسات من القاهره بتطلع مباشره لنويبع، او طبعا اي حد بيفضل ان هو يطلع بالعربيه الخاصه بتاعته بيجيب معاه افراد العيله كلهم، وبيجيب بقى يعني في بعض المنتجعات بتسمح مثلا بالحيوانات الاليفه، لو حد معاه الكلب بتاعه مش عايز يسيبه بيجي وبيعوم معاه في الميه وبيستمتع كل افراد العيله. يعني في طريق دولي جديد اللي هو دهب نويبع ده طبعا هو اتفقته طبعا طبعا من النفق مرورا بشرم الشيخ او ممكن مباشره من 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 من, من هناك لنويبع على طول.
طبعا الكامبات بتقدم خدمات مميزه ورحلات السنوركلينج، وممكن كمان في يعني احنا لو اتكلمنا بس على الشواطئ في نويبع يبقى برضه ما اديناش حقها، لان نويبع مدينه زي ما قلنا متكامله العناصر، فيها مزارات سياحيه ثانيه زي الكانيون الملون، زي بعض الوديان زي عين حضره، وفي وادي زي وادي الوشواشه اللي بتتجمع فيه مياه السيول والامطار، ده برضه جذب كويس قوي في احضان في قلعه في نويبع طبيعه نويبع، وفي قلعه في نويبع من سنه 1893، وفي قلعه ثانيه اللي هي قلعه الترابين مبنيه برضه من العصر المملوكي، وان نويبع كمان كانت احد الاماكن اللي هي مرور القوافل التجاريه اللي كانت من ايام الانباط، وفيها برضه معالم سياحيه، فيها نقوش على بعض الجبال من ايام الانباط بتوثق رحلات القوافل دي. وهو ده بقى اللي بندعو للناس في اجازه نص السنه اللي يقدر يتحرك ان هو يروح يتابع ويشوف ويحكي لنا ويوثق ويبعت لنا كمان على صفحه البرنامج الصور اللي اتصورها موجوده هناك في نويبع. كل الشكر ليك الاستاذ طارق عبد المنعم رئيس غرفه السياحه بجنوب سيناء، شكرا جزيلا لحضرتك.